ليه حد زي احمد البوني الف كتاب شمس المعارف؟ ليه الفه؟ تفسيرات. الاجابه بتبقى تفسيرات ولكن ليست حقائق طبعا. ان السحر في الوقت ده هو كان مصر كان يحكمها الدوله الشيعيه. التقرب من الحكام شيء مهم جدا لاي عالم في الوقت ده. ممكن يكون بيتقرب لهم بانه بتسخير الجن والعفريت حقق لهم المطالب بتاعتهم وما الى ذلك، انه يعني يحظى بهيبه وكرامه بين العامه. دي برضو يعني الانسان بطبيعته بيحب يميل لده. اللغه العربيه دي في كتاب شمس المعارف تقريبا معظم الطلاسم في معظم الكتب مكتوبه كده بحروف عربيه، سين واو كاف ورموز وكذا. اللغه دي اسمها ايه؟ متعارف عليها بايه؟ هل دي لغه الجن ولا دي لغه للبشر ولا لغه ايه؟ طلاسم او اللغه التي كتب بها كتاب شمس المعارف هي اللغه العربيه. الرموز، لو بصينا للرموز، الرموز موجوده في حضارات كتيره جدا، واعتقد ان فيها تقارب شديد ما بين الرموز. يعني حتى مساله الرموز اللي بتتكتب جنب الحروف في نفس الطلسم. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال المثلث مثلا. المثلث ده موجود في معظم الحضارات او تمام. في معظم اللغات، وهو يشير الى الموت. المثلث الروح. ارتقاء الروح. ارتقاء الروح بيبقى الرمز بتاعها اكتر مثلث. ما هو يعني حتى احنا في الهرم في الفرعونيه او في كله مرتبط بمساله العالم الاخر. صح، كله مبني على كده، كله مبني على مساله العالم الاخر. فالرموز هي رموز متقاربه لكن اللغه يعني على سبيل المثال في سنه 1826 في ساحل غينيا اكتشفوا أوراق يعني زي حجائب وأتممة تمائم باللغة العربية في ساحل غينيا. في ساحل غينيا هي كانت عبارة عن قرآن مكتوب بشكل مختلف. الكلام ده كان في سنة 1826 واتنقلت هذه الأوراق كلها إلى الدنمارك لدراستها. للدراسة. وعلى أساسها عرفنا منين الصحراء في أفريقيا جابوا النصوص اللي كانوا بيحضروا بيها الجن أو العفاريت. فهي تناقلوها شفهتها أصلا يعني. فأنت مبنية على اللغة العربية. مش بالضرورة تكون مبنية على اللغة العربية، هي مبنية على لغة يعرفها الصحراء ويفهمها الجن. هرجع بقى لأحمد البوني. هو من الجزائر واتولد في الجزائر، وهو نشأته يعني قضى سنين بداياته الأولى أنه يتعلم ويتلقى التعليم الشرعي زي أي حد بيحفظ القرآن في الجزائر. في الوقت ده طبعا يعني اللي دارس علوم الوقت ده هيعرف أن كل العلماء كانوا بيتنقلوا من بلد لأخرى لتلقي العلم وتعلم المدارس الأخرى، وكان هو على المذهب المالكي، يعني هو كان سني في البداية. لما وصل مصر هو من الجزائر، ووصل مصر في وقت الدولة الفاطمية في وقت الخليفة العضد، وهو الدولة الفاطمية هي دولة شيعية. فأنا أعتقد إن يعني الله أعلم، يعني ده تصور يعني علشان أنا أقدر أنسج أو أقدر أتفهم حياة أحمد البوني. أنا أعتقد إنه تشيع يعني وده بيفسر لنا ممكن إن ليه أنا بقول إنه تشيع، لأنه كتب كتاب من أخطر الكتب اللي أنت ممكن يعني اللي هو يعني الكتاب اللي عامل مسار جدل على مدار التاريخ التراث العربي جدا. تشيع لأن في المذهب الشيعي ما بيحرموش السحر يعني على في أصلاً. في المذهب السني والسحر الساحر كافر طبعا طبعا. ففي المذهب الشيعي في أقاويل وفي تأويلات أخرى إنه السحر ده حاجة عادية. أنا أعتقد إنه لما وصل مصر تشيع. بس من الحاجات اللي أنا برضو بتوقف قدامها في حياة أحمد البوني، لما راح دمشق قابل ابن الجوزي
وابن الجوزي هو تلميذ ابن تيمية. وكان هناك حديث ظهر بينهم يعني حول رحلاته وتعلمه والعلم والكلام ده، فتنقل في معظم الدول العربية. من برضو الحاجات اللي أنا يعني برضو وصلت لها إنه هو من المدن اللي ظهرها في مصر أخميم. وأخميم هي مدينة يعني مدينة فرعونية قديمة جدا يعني، وليها يعني تاريخ طويل جدا في التاريخ الفرعوني بحكم الحفائر والأسائر والأثار اللي هي موجودة في مدينة أخميم. إنه بيقولوا إنه دخل مقبرة من أحد المقابر الفراعنة وهناك اطلع على بعض الطلاسم والرموز اللي هي ساعدته في فرعونية. برضو يعني احنا بنتكلم على مسألة الطلاسم، هو كتب كتابه ازاي لحد الآن مفيش تفسيرات هو جاب الحاجات دي. في ناس بتقول انه مثلا على سبيل المثال لقى مخطوطات سريالية على البحر المتوسط فبدأ هو يترجمها الى اللغة العربية ويعمل المخطوطات بتاعته. الكتاب عجيب يعني في تصوري، يعني حتى تصنيفه مثلا واقسامه انه انت يعني انا شايف ان هو مدخله من المداخل زي اللئيمه شويه. يعني هو دايما يتحدث عن قوه الاسماء والصفات طبعاً. اسماء الله الحسنى. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما ننتقل للاسماء او الصفات، انه بيقال برضو والله اعلم انه الشيخ احمد البوني في لحظه العزله اللي عملها انه الجن هو بسبب انه كان قريب جدا من الاعمال السحر، ان الجن هو اللي كان بيمليه كتاب شمس المعارف. يقال ده الكلام ده، يقال ده لان اللي بيقول ده بيستند برضو يعني التفسيرات، يعني هو كان دائم الخلوة. هو كان دائم دائم الخلوة، يعني هو كان بيحب دي يقعد لوحده كتير. وهي يعني في كتب السحر ان من يعني الشروط، من الشروط انك تكون مختلف. صح مختلف صح، يعني كل وحدك تكون لوحدك. من الحاجات اللي دايما بتحط يعني جدل حوالين كتاب شمس المعارف انه ملوش مصدر خالص، يعني كتاب بلا مصدر. صح، فطبعا طول الوقت انت قدامك حتى الطلاسم دي واحد مش فاهم مصدرها ايه يعني. حتى برضو النسخ الموجوده كتير جدا، يعني موجود كتير جدا جدا طبعا. يعني الكتاب لما يعني اصبح حواليه هاله فبالتالي بتنتشر كتب وطبعات كتير جدا منتشر جدا. انا اعتقد ان كلها مش النسخه مش اصليه يعني كل اللي موجود يعني بلا استثناء. انا في حتى ناس من سوريا، من العراق، من لبنان، هو طبع في بيروت، بعتولي نسخ بيقال انها اصليه. طبعا انا اول طباعه لي كانت في اخر القرن 19 اصلا في بيروت، ولكن بيقولوا يعني برضو احنا يعني من كتر ما الموضوع صعب وشائك انت بتخش في مساله يعني حاجه غير علميه بالمره يعني بيقولوا. صح، فبيقولوا دي مساله ما فيش حاجه علميه بتقول ان ده كده يعني مفيش دراسه، لكن هو متواجد في نسخه متواجده في بريطانيا واعتقد انه متاح الاطلاع عليها بحكم العلم والمعرفه. بس يعني زي ما الكاتب بتاعه قال في مقدمه كتابه ان هو بيحذر اي حد انه يقرا الكتاب كتب السحر والدجل باي حال من الاحوال ليست للعامه ولا للمبتدئين. يعني كلمه طلاسم هي من الكلمات الواقعه ثقيله على النفس جدا، هتقول طلسم طبعا طلسم. لو جينا قلبناها هنلاقي ان كلمه يعني طلسم هي طلسم عاديه جدا. احنا لو قلبناها هنلاقي انها بتدينا معنى ايضا. مسلط طلسم مسلط مسلط يعني وهو بسلط شيء او بسلط حاجه على بسلط حاجه على حاجه. اوكي، يعني انا بسلط الجن ده على انه يعني يجلب الحبيب. ايوه صح، زي ما بيتقال كتير قوي هعمل لك سحر على علشان تعمل كذا وتاخد. معظم الحجاب حتى اللي كان بيتعمل هو بيكتب قران ويكتب وطبعا يعني علشان اصلا
انه يبقى ساحر ويبقى قوي هو بيكفر.